باتت تهدد حياة اليمنيين تتمثل في انتشار مرض التهاب السحايا جراء الحصار والعدوان الذي يستخدم فيه العدو أسلحة فتاكة ومحرمة مثلت بيئة مناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة. جبهة جديدة يصارع اليمنيون الموت فيها، التهابات السحايا التي بدأت تنتشر بشكل مخيف في الوقت الذي لا يزال وباء الكوليرا يتفشى على امتداد الخارطة اليمنية، وأدى إلى وفاة نحو 2000 حالة وإصابة 436 ألف شخص. الأمم المتحدة أكدت على لسان مدير برنامجها الإنمائي في اليمن أوكلوتما أن التهاب السحايا يتفشى في أزمة تلاحق أخرى نتيجة انهيار النظام الصحي ونظام الإمداد بالمياه. وقال لوتما أن قرابة نصف المؤسسات الصحية في اليمن دمرت كليا أو جزئية، في حين لم يحصل أطباء كثيرون على مرتباتهم منذ نحو سنة، مؤكدا أن إنقاذ البلد يتطلب وقف العدوان ومعالجة المشاكل اللوجستية. مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة والسكان أكد أن التهابات السحايا تسببت منذ مطلع يوليو الفائت وحتى الآن في وفاة 15 حالة، فيما تتلقى العلاج نحو 258 حالة اشتباه. مرض التهاب السحايا هو مرض يصيب الأغشية المخاطية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية، ولا بد أن يتم العلاج منه في مرحلة مبكرة، كما أن العوامل التي من الممكن أن تؤثر على احتمالات الشفاء هي بالأساس اعتلال صحة المريض أو التأخير في مباشرة العلاج أو جرثومة من سلالة شرسة أكثر من المعهود. المصدر أشار أن الأسلحة المحرمة والجرثومية والغازات السامة المحرمة دوليا التي ألقى التحالف السعودي أطنانا منها على الأراضي اليمنية خاصة المدن كان لها أثر كبير في انتشار مرض التهاب السحايا القاتل إلى جانب مرض الكوليرا، وحذر من إمكانية أن تشهد الأيام القادمة ظهور أمراض وفيروسات كثيرة في أوساط اليمنيين نتيجة سموم ومخلفات العدوان، في حين أن إمكانية اللقاحات في اليمن شبه معدومة بسبب الحصار البري والجوي والبحري المفروض على البلد من قبل التحالف السعودي. ولتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة التهاب السحايا الدكتور بشير أبو أصبع. دكتور بشير مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم وأهلا وسهلا. دكتور، التهاب السحايا اليوم مرض آخر مميت أيضا يواجه اليمنيين، ما هي أعراض الإصابة بهذا المرض حتى يتنبه لها الناس، وهل تختلف الأعراض بين الصغار والكبار؟ السلام عليكم مرة أخرى، وأحيي قناة اليمن اليوم على جهودها في عملية التثقيف النوعي الصحي وعلى هذه الجهود الكبيرة. في البداية أود أن أقول بأن أنني مدير ببرنامج التهاب السحايا البكتيري والسالات المائية الحادة الفيروسية. التهاب السحايا البكتيري، ونحن نتكلم هنا عن البكتيري وليس عن الفيروسي أو الفطري أو أنواع أخرى، لأن البكتيري هو الأشد شراسة في نقل العدوى من مرضى إلى آخر وأكثر حظا لأرواح الناس. بالنسبة للأعراض، هي أساسي دائما تكون عند الأطفال بصورة أكثر تحت سن 5 سنوات، وهي تكون عادة مصحوبة بحمى شديدة أكثر من 38 درجة ونصف مئوية، يصاحبها تصلب في الرقبة، ويصاحبها كذلك اضطرابات في الوعي، يصاحبها أيضا خوف من الضوء أو ما يسمى كمصطلح إنجليزي الفوتوفوبيا، ويصاحبها أيضا قد تكون غيبوبة أو شبه غيبوبة. وهذه الأعراض، يعني أهم عرض فيها هو الحمى. إذا صاحبها واحد من الأعراض التي ذكرتها، نحن نبدأ بالاشتباه بأن هذه حالة التهاب سحايا بكتيرية. عند الأطفال أقل من سنتين، ما يميز المرض هو انتفاخ اليافوه، وهي الفتحة التي تصل ما بين عظام الجمجمة وتلتئم بعد سن سنتين. نعم. بالنسبة لكبار السن لا تختلف هذه الأعراض كبيرة، لأنها ممكن أن تصيب الناس من بعد سن 5 سنوات إلى سن 60 أو 70 سنة. فهي تكون عادة تصلب الرقبة، هو يكون العرض الرئيسي مع الحمى. وهناك أيضا اضطرابة الوعي تكون أكثر عرضة.
اهم شيء ان احنا نتذكر دائما بانه ارتفاع الحمى بهذا الشكل الكبير بحدود 38 ونص مع واحد من الاعراض اللي ذكرتها ضروره توجه اولياء الامر او اقارب المريض الى اقرب مستشفى للتاكد وليس انه حاله مؤكده. نعم. نعم. دكتور، تضاربت الانباء حول اعداد الوفيات والاصابه بهذا المرض، هل اطلعتمونا على اخر احصائيه لديكم؟ نحن منذ بدايه 1/7 لدينا احصائيه شامله طبعا نحن برنامج موجود منذ عام 2005 ولدينا 9 مواقع في الجمهوريه اليمنيه في المستشفيات الرئيسيه. وهذا البرنامج وجد عاده بتقصي فعاليه اللقاحات التي تعطى للاطفال تحت سن 5 سنوات مع اللقاحات الروتينيه. وهناك لقاحين رئيسيين تعطى لنوعين من البكتيريا التي تسبب التهاب السحايا البكتيري وهي المستديمه النزليه التي تعيش في التجويف الانفي وكذلك المكورات الرئويه. نعم. والنوع الاشرس الاكثر شراسه وهو ما يسمى بالنيسيريا او المكورات السحائيه. هذا النوع يوجد لديه لقاح لكن لقاح مؤقت يكون مدته لمده 6 اشهر. عاده يعطى هذا اللقاح للناس الذين يسافروا الى مناطق موضوعه واحتماليه الوباء فيها كثيره مثل الحجاج عندما يسافرون الى مكه المكرمه لداخل الحج فانهم يتعاطون هذا اللقاح من وكاله السفر لا يسمح لاي حاج بالسفر الا ويعطاه هذا اللقاح ليعطيه مناعه وقتيه لمده 6 اشهر. هل لسوء التغذية دكتور وضعف المناعة هو سبب من أسباب ارتفاع حالة الوفاة والإصابة بهذا المرض؟ هذا شيء أكيد، يعني نقص المناعة هو من الأسباب الكبيرة التي تضعف مناعة الجسم فيكون الجسم عرضة للغزو الخارجي من البكتيريا والفيروسات وجميع أنواع المسببات المرضية. فما أدراك بالسحايا التي البكتيريا التي تسبب مرض التهاب السحايا والتي من اخطر انواع البكتيريا. فطبعا نقص التغذيه شيء مهم جدا، كل الاطفال يكونوا مصابين ومهددين بالاصابه بامراض فتاكه من التهاب السحايا البكتيري. نعم. الاجراءات التي اتخذتموها الى الان في الصحه لمواجهه المرض وايضا كيف يتم معالجه هذه الحالات؟ بالنسبة لوزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حتى الآن هي الجهة الوحيدة التي تجاوبت معنا حتى الآن. فنحن الآن رفعنا درجة الترصد الساخن ما يسمى استشعار الحالات في جميع أنحاء الجمهورية. نحاول الآن أن احنا نرصد كل الحالات وننزل فرق لاستكشاف هذه الحالات والتأكد منها مع البلاغات. وهل هذه الحالات هي مؤكدة أم ما زال في طور الاحتمال؟ نعم. انه لدينا احنا الحال ضروري ان يفهم الاخوه المشاهدين حاجتين، نحن بنتوقع وجود حاله وهي محتمله لكن لا نثبتها الا وجود فحص مخبري مزرعي بكتيري حتى نتاكد من وجود احد المسببات البكتيريه ونموه في مزرعه خاصه بهذا المرض. بعد ذلك نقول ان هذه حاله ايش؟ حاله مؤكده كونفيرم بالانجليزي. نعم. فالحالات هذه التي تكون كونفيرم ننزل ونتابع المخالطين ونعمل لهم فحوصات ونتاكد ونعطيهم العلاج الوقائي. العلاج الوقائي الذي هو نوعين من العلاجات الذي هو ريفامبيسين او السبلوكس او سبلوكساسين الاسم العلمي، وللاطفال الازيتروميسين. هي جرعات تعطي وقايه كويسه وممتازه لجميع الفئات العمريه. التعامل مع المريض دكتور، يعني هل لان البعض يتخوف، يعني كيف يتعامل مع المريض؟ بامكانك ان تطمن الناس هل المرض معدي؟ المرض طبعا هو معدي. لماذا الان يعني يهتم بهذا المرض؟ لانه له خاصيه معديه، يعني يندرج ضمن الامراض الوبائيه المعديه. يعني كيف يتعامل مع المريض؟ طبعا ضروري اولا نعرف كيف طرق الانتقال. نعم. طرق الانتقال هذه البكتيريا تعيش في التجويف الانفي. في وقت السعال او العطاس يكون احتماليه الانتقال من شخص لاخر عبر الهواء كبيره. تمام؟ نعم. الحاجه الثانيه انه عدم يعني يجب على المريض ان يستخدم مناديل وقت العطاس او الزكام من اجل ينقلها لاخر. التواجد ايضا مع المريض في اماكن مزدحمه يكون احتماليه الاختلاط التنفسي بينهم يكون كبير.
الحاجة الثالثة اختلاط المرضى ذوي المناعة البسيطة والأطفال صغار السن وأصحاب الـ الـ نعم وأصحاب نقص الغذاء، تمام، تكون مالنيوتريشن، تكون هذه الحالات أكثر عرضة من غيرها. شكرا لذلك جزيلا الدكتور بشير أبو أصبع، مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة التهاب السحايا. إن شاء الله تكون معنا في برامج أخرى، الوقت مزحوم هنا في الأخبار.